حل المناظرين والمجاهدين لا تدل على بعد نظر في أبسط وصف لها، فإن العاملين عليها بعد أن عاشوا عقدة الرؤية المنحرفة فيها عندما عمموها ليطمسوا بها عناوين وأسماء ومعاني الكثرة موقفا وفعلا قد أوقعوا أنفسهم بعد الاستحواذ في عقدة الشعور بعدم الاستحقاق، ليعيشوا تحت سطوة الشعور بالغربة والخوف من الحاضر والمستقبل، الخوف من المعلوم والمجهول، والخوف من الحاضر والمستقبل، الخوف من المعلوم والمجهول معا، ومع شعور يتنامى بانحسار أو تناقص القدرة الذاتية بعد أن تخلت قدرة الإيمان عنهم عندما تخلوا عن معانيها وأهدافها وطريقها الناتجة عن قدسية الموقف، ومنه جذوة الإيمان التي تحققها طاقة الشعور بتمثيل الكثرة منهجا وموقفا عن استحقاق وجدارة ورضا الرب الرحيم. إن أخطر ما يواجه الأمة الآن بعد الشعور المسبق بالعجز أو الضعف لمن يشعره تجاه صعوبات الحياة والنضال هو حالة القلة العاملة على أن تحل محل الكثرة من غير استحقاق أو تميز في المعاني العالية، ويأتي بعض الحكام في مقدمتهم، وأن خطورة التمسك بهذا الانحراف تكمن في مهاون كثيرة، من بينها استدعاء الأجنبي كلما نشأت مشكلة بين الحاكم وشعبه أو بين حاكم وحاكم آخر، وهكذا صار البعض من غير الحد الأدنى من الحياء يتعاملون مع الأجنبي وكأنه ولي نعمتهم قبل الله والعياذ بالله، أو كأنه مالكهم بل ومالك شعبهم في إرادته وقراراته، وتكفي نظرة لا تحتاج إلى تمعن عميق لنعرف ما يحصل بين صفوف حكام عرب، ومن بين ذلك سلوك هذا النمط من الحكام في التجمع الذي حصل أخيرا في القاهرة، والذي يذكرنا بجانب مما حصل تجاه تطلعات الأمة وقياس علاقاتها وتجاه العراق في عام 1990. وهكذا ومع الزمن وتغليب السوء على فعل الخير أو العجز والضعف في إدارة شؤون الأمور باتجاه المواقف الصحيحة، يصبح من وقع في مهاوي تصور أنه يمثل القلة بعد أن يعجز في كسب الكثرة إلى مواقفه لا يمثل في حقيقة الأمر إلا نفسه، بل بالأحرى لا يمثل إلا مصالح أسياده الذين، وبغض النظر عن المعلن، ليس أقرب إلى مصالحهم المشبوهة من الانقياد ودفع الأمور إلى تغليب حالة القلة وقلقها وضعفها أو شعورها بالضعف ونظرتها الضيقة، ومنها مواقف بعض الحكام تجاه مواقف الكثرة من شعوب الأرض، ومنها شعب أمتنا المجيد وشعب الأقطار التي ينتمون إليها أو يحكمون فيها.
ولإنقاذ الأمة من شرور الوقوع في هذه المهاوي ليس أمام الأبناء الغيارة من أمتنا، بل وحتى من انحرف وأخطأ من الحكام أو بين الصفوف الأخرى ولم ييأس بعد من رحمة الله والشعب إلا العودة إلى النبع الصافي في تاريخ أمتنا المجيد، ذلك التاريخ الذي انبثقت من معانيه مسيرة ثورة تموز المجيدة، فحملت الراية على هديها ونهلت منها حتى ارتوت إيمانا وثقة بالنفس وبالأمة والشعب، ارتواء اقتدار وشجاعة إيمان ومحبة تتسع من دون حقد لكل الإنسانية، وليس لأبناء أمتنا فحسب، ارتواء شعور وفعل للحاضر والمستقبل بعد التوكل على صاحب القدرة العظيمة الرحمن الرحيم. أيها المجاهدون والمناضلون، يا طلائع الأمة وشفق صبحها الطالع إن شاء الله، إن واحدا من أهم المعاني العظيمة في نضال الأمة وجهادها هو أن تؤمن القلة المؤمنة المضحية الصامدة في لحظة موقفها بأنها على حق، لأنها تمثل الكثرة بعد أن تضع نفسها في موقف من تنعكس في ضميره فعلا لا قولا فحسب كل تطلعات الكثرة وغاياتها وأهدافها النبيلة، ولكي تكون على هذا الوصف في الظروف الصعبة ينبغي أن تمثل في مبادئها وقيمها ومعانيها العليا الكثرة الغائبة في حضور اللحظة عن مسرح الفعل الصحيح المصوب أو المتجه إلى أهدافه، وهكذا تعمم مواقف ومعاني القلة المؤمنة الصامدة المضحية أو المتقدمة إلى أمام في القتال أو النضال والجهاد أو البناء أو التي تتخذ موقعا خلف المتقهقرين لتحميهم وتدود عنهم في ظرف صعب، أو القلة المنتخية للعفة في ظرف آخر، أو القلة في الثبات حيث يقل الموقف عليه، أو القلة في إعطاء الرأي حيث يتبلبل الرأي فيه، أو القلة في السخاء والكرم حين يستوجب الموقف والحال، أو القلة في الإقدام بعد أن تكون الكثرة في الإحجام أو التردد، أو القلة في المبدئية والوعي بعد أن تكون الكثرة في الخور، وبذلك تكون القلة نموذج الكثرة وتكون معانيها هي المعاني التي تقف عليها الكثرة في ظرف لاحق عند أعدادها أعدادا صحيحا، أو عندما تعود إليها صحوة ما ينبغي من صحوة، وعند ذلك لا تكون هنالك فاصلة ولا فصل إلا فاصلة التميز بالمعنى والموقف والصفات بين القلة والكثرة، ويصبح شعور القلة في لحظة بيان أرقام شخوصها القليلة هو شعور الكثرة في معناها العظيم، ويصبح شعور الكثرة تجاه القلة ليس شعور كراهية والبحث عن فرصة للانتقام، وإنما شعور المحبة تجاه الباذلين والمضحين أو تجاه نماذج الإبداع في ميدانه العلمي والفني العملي والنظري. إلى هذا ندعو أبناء أمتنا مبتدئين بالنفس اليوم مثل ما كنا قبل اليوم وغدا
وبعد غد إلى أن يأذن الله بما يأذن به سبحانه لأمتنا المجيدة أمة الرسالات من حرية وتحرر واستقلال وعدل وتقدم، وعند ذلك تسود المحبة لتحل محل الكراهية، وعن طريق هذا الشعور تعاون الكثرة القلة وتعاون القلة الكثرة، ومن يتقدم منهم على غيره يكون قد تقدم باستحقاق صفاته وفعله ليمثل إرادة الجماعة التي يد الله معها. وعند ذلك تستبدل خسائر الأمة في الدهاليز الخلفية لتكون تضحيات مجيدة في ميدانها، وحيث يستوجب الأمر لملاقاة أعدائها ومن وليهم الشيطان، أو حين تصطرع الكثرة باستحقاق أو القلة الطليعية باستحقاق مع من يحكمها أو يتحكم في رقابها من غير استحقاق، بدلا من أن تضيع دماء وأسماء وعناوين في خنادق لا يذكرها التاريخ إلا بالسوء، حين تصطرع محض الكثرة بالعدد مع محض القلة بالعدد أو اللون المغاير، ومع إعمال الحق والعدل والإنصاف في ميادينها ووفق قياساتها الصحيحة، يستبدل الاهتزاز وارتجاف الفرائص والخور بالثبات والوضوح والوعي، وتستبدل العتمة بالتفاؤل والظلام بالإشراق والعزلة بالتواصل والتفاعل. ولذلك ندعو أولئك الذين يستقدمون الأجنبي إلى ديار العرب ليكون فيها السيد بعد أن يهين مقدسات الأمة ومعانيها العالية، ندعوهم لأن يستذكروا إنهم في هذا إنما يكتبون سجلهم في خانة العبيد للأجنبي، إن لم يكن في خانة من خانوا الشعب وخانوا الأمانة والشرف الوطني والقومي وشرف ومعاني الرسالة الإسلامية. وعلى من ينشد الاستقرار والطمأنينة من الخائفين أن ينشدها من رضا شعبه بعد رضا الله ومن رضا أمته وليس من رضا الأجنبي، فإذا رضي الأجنبي عمن يحتمون بأسنة حرابه اليوم فإن هذا الرضا ليس إلا رضا السيد عن عبد مطيع بذلة، وليس له إلا فتات ما يتركه الأجنبي من فضلات مائدته، وإلا لعنة الله والأمة والشعب والتاريخ، إذ ليس هنالك من شيء يمكن أن يطمئن الحكام الضالين تجاه شعبهم وأمتهم إلا أن يجعل الأجنبي جيوشا وخططا ونوايا شر خارج الحدود، ويبتعدوا عن كل ما يغضب الله والأمة، ويعودوا إلى الطريق القويم ليمثلوا الكثرة الكاثرة من شعب دولهم وأبناء أمتهم. وإذا حصل اختلاف بين هذا الحاكم أو ذاك داخل الأمة فإن الحل ممكن إذا بقي الأجنبي خارج الحدود، أما إذا جاء الأجنبي كما هو حاله الآن في بعض الأقطار العربية فإن قياس العرب المناضلين ليس كم يجتمع من الحكام العرب في هذا المكان أو ذاك وماذا يصدر عنهم، وفي هذا الوقت أو ذاك
وإنما قياسهم من الحكام العرب يمثل فعلا شعبه وأمته في موقفهم الآن، وما إذا كان سيصدر عنهم ما يمثل ضمير الأمة واستحقاقها. وفي الماضي وكيف يتناول المستقبل غيرناها فجأة شوية ثقيلة مو خلينا نكتبها يلا نقرأها ما يفيد المشق حساب الشفهي بس يعني جت صحيحة هي تعديل بس نكتب أنا كتبه كتبته ورد لي شنو موقفهم الآن وفي الماضي لازم نقول ناتج عدل المداخل وما إذا كان وإنما قياسهم من الحكام العرب يمثل فعلا شعبه وأمته في موقفهم الآن وفي الماضي وكيف يتناول المستقبل صورة وحالا، وما إذا كان سيصدر عنهم ما يمثل ضمير الأمة واستحقاقها، وما هو موقف من يجتمع أو يقول بيانا أو قرارات من مستلزمات الاقتدار لتكون أمتنا كما ينبغي أمة المبادئ والرسالة والحضارة، وما هو الموقف من فقراء الأمة والشعب في كل الأقطار، وما هو الموقف من فقراء الأمة والشعب في كل أقطاره، وما هو الموقف والله يمكن الأقطار أصح أقطاره من أقطار من فقراء الأمة والشعب في كل الوطن العربي وفي كل قطر على حدة، وما هو الموقف وكيف هو من الصهيونية العدوانية والسياسة الأمريكية الطاغية في نظرتها وفعلها تجاه أمة الأنبياء والتي تحت الأراضيهم، وما هو الموقف من جيوش الأجنب التي تسرح وترتع في أرض المقدسات، وكيف يعيدون القدس والأرض المغتصبة إلى أهلها فعلا وليس بقول لا يغني عن شيء، وغير ذلك مما هو كثير ومعروف. ولا مجال اليوم لينخدع أبناء أمتنا بما كان يخدعهم به بعض الحكام العرب الذين امتهنوا هذا الطريق وأسلوبه بعد أن هانت أنفسهم تجاه الباطل والأجنبي والصهيونية. أيها الإخوة، منذ فترة من الزمن اجتاحت الوطن العربي والمجتمع العربي وعششت في عقول ونفوس حكام الأقطار العربية من أقطار معروفة مفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان، من بينها التشكيك في قدرة الشعوب والأمم على الاستقلال وحماية الاستقلال في عصر الحيتان الكبيرة في المحيط الدولي،
وما خططت له أمريكا بالذات لتخضع العالم مبتدئة بالوطن العربي وثرواته، ومن بينها أيضا مفاهيم منحرفة عن القلة والكثرة ودورهما وتأثيرهما واستحقاقهما، وسادت انحرافات خطيرة تتصور أن الكثرة التي هي الشعب أو الأمة لا معنى لها أمام قوة الأجنبي ورغباته وخططه، وفي نفس الوقت تصورت إمكانية أن تكون القلة الفئوية المستأثرة الإنعزالية أو المنعزلة بديلا عن الكثرة صاحبة الحق المشروع. وفي الكثير من الأحيان كان مفهوم القلة يضغط أو يقصر ليكون الحاكم وعوانه أو فئته بديلا عن الشعب والأمة. ونحن نعرف أن التاريخ العربي في ظروف النضال والجهاد والنموذج يحصل لنا يحمل لنا ونحن نعرف أن التاريخ العربي في ظروف النضال والجهاد والنموذج يحمل لنا الكثير من الأمثلة التي تظهر فيها قلة من الناس لا على التعيين وقد مثلت الكثرة، تظهر فيها قلة من الناس لا على التعيين وقد مثلت الكثرة بأعلى ما يكون عليه التمثيل الأصيل بمعانيه العالية. وهكذا وفي جوانب جوهرية للحياة قد مثل جوهر تطلع أمتنا الرسل والأنبياء بالإضافة إلى دور التكليف الرسالي الرباني لهم وكل ضمن مرحلته. وهكذا مثل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لوحده، ومثل صحبه مجتمعين، ومثل المسيح ابن مريم عليه السلام لوحده، ومثل صحبه مجتمعين، كل حسب مرحلته. الأمة خير تبثيل، واليوم بمقدور أي مواطن أو حاكم في الأمة أن يمثل الأمة جميعها في كل المواقف أو بعضها إذا جاء موقفه مطابقا لقياسات ومعاني الأمة ومصلحتها العليا. ولكن ثمة فرقا جوهريا نوعيا عظيما بين هذه الأمثلة المشرقة وما يريده بعض الحكام العرب ومعهم من انحرف إلى طريقهم، ففي أمثلة الضعف والسوء أرادوا إحلال القلة التي لا تحمل ضمير الأمة ومعانيها، أو الحكام عندما يكونون في حالة ضعف وخوار محل الشعب والأمة. وهناك في أمثلة الاقتدار والإشراق التي أشرنا إليها ومعها أمثلة أخرى إنما يراد أن تمثل القلة في ظروف خاصة الكثرة أو الأمة أو الشعب، بعد أن تحمل القلة معاني وتطلعات الكثرة وتحمل عنها أبقى حالة النموذج في الظرف الصعب. ومما يقع عليه من تضحيات وما يستلزم منه من تمييز باستحقاق على أساس النظرة والنية والموقف، وما يستلزم منه من تميز باستحقاق على أساس النظرة والنية والموقف. وعلى هذا الأساس أيضا بإمكان الحاكم في القاهرة أو مواطن مناضل ومجاهد في صعيد مصر أو على أرض نجد والحجاز أو في أي بقعة من أرض الوطن العربي الكبير أن يمثل أو ينوب عن
الحاكم أو القائد في أي قطر عربي، أو حتى يكون بديلا عنه عندما يحجم أو يتردد هذا الحاكم عن موقف وطني أو قومي مؤمن تجاه أمته أو شعبه. أن يمثل أو ينوب عن الحاكم في أي قطر عربي أو حتى يكون بديلا عنه عندما يحجم أو يتردد هذا الحاكم عن موقف وطني أو قومي مؤمن تجاه أمته أو شعبه، أو عندما يقف بالضد من مصلحة الشعب والأمة. وعلى سياق نفس القياس يكون الحاكم في القاهرة وفي أرض نجد والحجاز غريبا عن شعب القاهرة وشعب نجد والحجاز، ولا يقع موقفه موقع من يمثل الشعب والأمة عندما لا يرعى مصالح الأمة والشعب أو يقف بالضد منهما، أو عندما يكون تحت الطلب ليخدم الأجنبي ولم يلغي العرب في تاريخهم المجيد أيضا فروقات وحدود الحال والوصف بين عناوين القلة الفئوية والقلة الطليعية المجاهدة أو الكثرة الشعبية المؤمنة، وفرقوا أيضا بين الظرف الطارئ والحالة المستديمة بين التمثيل والإحلال، ولم يجعلوا حالة الظرف الخاص الذي تمثل فيها القلة ذات الاقتدار العظيم في مواقف خاصة الكثرة سياقا بديلا عن الكثرة عندما تكون الأخيرة في ظرف طبيعي. وهكذا كانت صفات القيادة والقرار يترافق فيها ما هو ذاتي من الصفات مع الموضوع مما تستلزمه روح المسؤولية ومعانيها، ويترافق كل هذا مع ما ينبغي لينبثق دائما منح الثقة للحاكم أو القائد من بيعة أصيلة ورأي مستقل، وجعلوا دائما حالة الكثرة الشعبية وبخاصة المؤمنة وقياساتها قياسا ثابتا وعم لمشروعية كل العناوين بما في ذلك شعارات وعناوين أوساط القلة. أما في مرحلتنا الحالية فقد حاول بعض الحكام العرب واهمين أن يقلبوا هذه المفاهيم وما سجله التاريخ المجيد لأمتنا ليعمموا القلة في معناها الضيق والاستئثاري على الكثرة، وفي ظنهم أنهم قادرون على أن يطمسوا فيها الكثرة، وبالغوا في الإغال بهذا الفهم الخاطئ حتى جعل البعض منهم اسم القلة اسما لدولته بدلا من اسم الكثرة ومعانيها. أيها الأخوة المؤمنون، على العرب حكاما ومناضلين أن يتذكروا أن صفات القيادة الحقيقية والقرار الأصيل كانت تنبثق دائما من بيعة أصيلة ورأي مستقل، وكان هذا يحصل في الماضي.